من فوره الغزو. على فكرة أنا شخصيا وفي بعض المحققين أيضا نضع علامات استفهام على موت أبي أيوب. قال لك مات رضوان الله عليه ودفن في أسوار القسطنطينية. عارفين ليه؟ هذا مش هنقوله الآن، لما نجيب حلقة عن جرائم معاوية في قتل الخصوم، ومش الخصوم، وكل من اعترض عليه، وكل من أبدأ اعتراضا من الكبار وشعر بخطر منه يتخلص منه. ما فيش عنده مسامحة. خطير، رجل خطير، فتاك، سعلوك، فتاك، مخيف الرجل. فأبو أيوب قال لك مرض. الرواية طبعا مش ممكن. مين كان رئيس الجيش؟ يزيد ابن معاوية قاتل الحسين. هذا هذا يقتل النبي، هذا ما هو ابن النبي، هذا ابن النبي، لو أمكنه يقتل النبي يقتله والله العظيم، ما عندهش مشكلة. يزيد هذا هو أمير الجيش، وطبعا قال لك إيه أبو أيوب مرض، وراح يزيد إيه عاده حتى وقال له ما تشتهي ومش عارف إلى آخره. مرض الرجل ودفنوه تحت إيه قريب من أسوار القسطنطينية، وانتهى كل شيء، راح أبو أيوب. وبالأمس أحرق بيته اللي نزل فيه رسول الله، أحرق له إياه سمرة ابن جندب، أحرقوا له إياه اللي نزل فيه رسول الله، أحرق هذا البيت. شيء رهيب، شيء رهيب. حنشوف برضو إيه في شبهة عن موت سعد بن أبي وقاص وغير الثانيين عاد اللي ماتوا بالسم، ومعروف إيش قضيتهم، لا يسامح. عبادة ابن الصامت أنكر على معاوية إنكارا شديدا في موضوع الربا، صح؟ وهاجر بلاد الشام وقال له مش حجاهد معاك بعد اليوم، قال له في ليلة سوداء يا معاوية، وحدثك عن رسول الله وتقول لي لا أرى به بأسا. أخرجه مسلم. قال له مين أنت؟ إيش هذا؟ تواجه كلام الرسول هكذا أنت عادي؟ لا أرى به بأسا. ما نقشوش، ما قالوش عندي وجهة نظر، عندي تخريج للمسألة، لا لا، قال له لا أرى به بأسا. النبي حرمه أنا لا أرى به بأسا. عبادة، عبادة لم يكد يصدق. إيش البشر هذا؟ إيش الإنسان هذا؟ وين دينك؟ وين تقواك؟ وين ورعك؟ فبعدين لما صار إيه؟ المعركة البحرية هذه يقول لك في قبرص، راحت مين؟ زوجة عبادة ابن الصامت أم حرام، وماتت هناك. يقول الرواة قربت لها بغلة. بغلة؟ ألعن مركوب يا جماعة، البغلة. البغلة ما تركب بغلة. البغلة معروف وقعتها والعمى، ودائما تشمس إيه؟ براكبها. تقدم لامرأة، امرأة هذه بغلة فعلا، فنفرت بها فألقتها فماتت. فبصير علامة استفهام، ليش مرت عبادة ابن الصامت؟ لأنه أحد المعارضين وتكلم. لما تقرأ أنت كل شيء وتحط فرضية معينة ترى العجب، تبدأ تظهر لك أشياء طبعا لا نقطع بها، هذه كلها استنباطات واستدلالات، لكن ينبغي ألا نهملها، صح؟ كإنسان بده يقرأ التاريخ بده يفهم، ينبغي ألا يهملها. ما فيش دروشة في فهم التاريخ وتحسين ظن كذا، لا، عمل مؤرخ أنه يطرح كل الاحتمالات، صحيح؟ وخاصة مع شخصية يبدو من كل مأتياتها وأفاعيلها أنها لا تتورع عن شيء. اليوم حتشوفوا جانب من هذا الصعلوك، أو من هذه الصعلك لهذا الصعلوك، كيف كان يتصرف الزلمة هذا؟ نفس ضيقة جدا جدا. أنت تأكل أمامه يحسدك على أكلك، إيه ويطلع فيك. فيش إنسان كريم لما بتأكل عنده بضل يطلع فيك، معاوية بيطلع في كل واحد. واحد أعرابي مرة بأكل قال له يعني انزع الشعر من لقمتك، قال له وبصرك على شعر في لقمتي؟ والله لا أكلت معك أبدا، قال له أعرابي. قلت شل الأمير هذا، شل القرف هذا، إيه هذا معاوية البطين، ما فيه، عنده نهم شديد، عنده جشع، عنده غيرة، عنده كذا.